جمعية تمساورت للتنمية والثقافة والعمل الاجتماعي بدوار أيت عليزم. في 23 من يونيوز 2015 انعقد بمقر جمعية أيت عليزم للتنمية الجمع العام لتجديد المكتب المسير. تقرر خلاله تغيير عدة نقاط، منها تغيير اسم الجمعية من جمعية أيت عليزم للتنمية إلى جمعية تمزاورت للتنمية والثقافة والعمل الاجتماعي وتوسيع الأهداف والرؤية التنموية. جمعية تمزاورت للتنمية والثقافة والعمل الاجتماعي اسم جديد ونفس جديد سمته العزيمة والطموح. ويتكون أعضاء المكتب المسير لجمعية تمزاورت من الرئيس كمال بوندي، نائب الرئيس عبد السلام إتباخا، الكاتب العام عزيز بكزاون، نائب الكاتب العام الأول إبراهيم إتباخا، نائب الكاتب العام الثاني حسن بوندي، أمين المال الهاشمي بكزاون، نائب الأمين محمد السريرة، المستشارون الحبيب أمكرود و عبد الغفور أمكرود. وتهدف الجمعية إلى تنمية المجتمع بصفة عامة ودوار أيت عليزم بصفة خاصة تربويا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل المعرفة، وذلك من خلال الوسائل التالية: تنظيم ورشات ودورات تكوينية في مجالات تنشيط المشاريع التنموية والتربوية والثقافية والاقتصادية وتكوينها وإعدادها وتنفيذها، تقديم خدمات اجتماعية وعلمية وبيئية وصحية وحرفية وثقافية لفائدة الأطفال والشباب، النهوض بأوضاع المرأة في مجالات التعليم والأعمال الحرفية واليدوية ومحاربة الأمية، الانفتاح على مختلف الجمعيات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، محاربة الفقر والهشاشة، إقامة مخيمات فصلية وموسمية للأطفال واليافعين والشباب، دعم قطاع التربية والتكوين بالمنطقة ومحاربة الهدر المدرسي، تنظيم وتأطير الشباب ثقافيا ورياضيا من خلال مسابقات وأنشطة وملتقيات، الاهتمام بالمجال البيئي والتاريخي للمنطقة. هيا اعملوا سيرى ويرضاه الإله.